حسن مصطفى يمكن مش معروف قوي في الوجوه اللي بتطلع في التلفزيون في النشطاء السياسيين والكلام ده، بس حسن مصطفى معروف اكتر للناس اللي لو نزلت محطة مصر في اسكندرية سألت الباعة الجايين عن حسن مصطفى هيبقوا عارفينه جدا. موجود في أي ورشة أو في أي مظاهرة أو أي حتى وقفة تضامنية مع المعتقلين، كان بالنسبة لنا حاجة محمسة جدا، وكنا بنبقى مطمنين وحاسين إن إحنا ماشيين صح يعني. هو حسن برضو دايما اما بيلاقي ظلم في مكان ما بيقدرش يقعد في البيت، لازم ينزل يشوف ايه اللي حصل، ويحاول برضو هو دايما يقولك لازم تعمل العقل اللي ربنا عطاهولنا ده لازم نستخدمه. حسن مصطفى من اول الناس اللي بدأوا الاهتمام بقضية خالد سعيد، اول واحد دعا لمظاهرة قدام اسم سيدي جابر لانه عرف انه بيتم تهريب المتهمين في قضيه خالد سعيد، كان حسن مصطفى عرف قضيه خالد سعيد وراح عشان يعرف الحقيقه. طبعا تواصل مع الناس جيرانه والموجودين في الشارع اللي شافوا الواقعه، والشرطه بقى عايز يعني عايزه بقى تلفق اي تهمه للولد اللي هو خالد سعيد ده علشان يداروا على المخبرين اللي هم ضربوه وقتلوه. فهو طبعا كشفهم وعمل كذا وقفة احتجاجية ضد الشرطة. ممكن تلاقيه مع الباعة الجائلين، وتلاقيه مع سواقين المشاريع أو في إضراب، وتلاقيه مع عمال المصانع، وتلاقيه مع الناس في الشارع، وتلاقيه مع أهالي المعتقلين وأهالي الشهداء. كان بينزل برضو يقف وقفات احتجاجية لا لقانون الطوارئ ولا للتوريث. أنا أول حد كان معدي من قريب من منطقة الفراعنة في اسكندرية اللي فيها مقر أمن الدولة، وده مكان قريب من البيت عندنا، واكتشف إن هما بيهربوا ورق كتير وورق مفروم من المقر. المبنى ده المجرمين اللي كانوا بيعدونا لسه جوه ولسه محتمين بالمبنى، وأنا مستغرب جدا عن موقف الجيش إن الناس دي لحد دلوقتي ما اعتقلتش. احنا في ضباطنا نعرفهم وشفناه وعذبونا ونعرفهم باساميهم، وما زالوا واقفين وشايفينهم من اسطح المنازل وشايفينهم واقفين قدامنا. ازاي المجرمين دول اللي متقدم فيهم بلاغات ان هم عذبوا وقتلوا المصريين، ازاي يفضلوا موجودين بهذا الشكل؟ ازاي يسمحوا لهم ان هم يفضلوا موجودين بهذا الشكل؟ احنا مش هنمشي من هنا غير لما يتم القبض على هؤلاء القتله المجرمين. وقال لهم ان امن الدوله بت بت بتخفي معالم المستندات اللي عندها وبتنزلها في عربية. فالمهم فضل ماشي ورا العربية، العربية اتحملت بالأوراق وماشى ورا العربية، فالعربية لقت إن هو يعني مش هيسيبهم فراحوا ضاربين عليه رصاص. أغلب قيادات الأمن وكل قيادات الأمن في اسكندرية تعرفوا، قدمنا بلاغ في محاولة الاغتيال في أمن الدولة دي، واتهمنا فيها ضباط بعينها، واتهمنا في الأحداث اللي تلاحقت اتهمنا مدير الأمن ورئيس المباحث، وكل الاحداث دي في بلاغات فيها في النيابه، وبالتالي كان في طار ما بين ضباط الداخليه وحسن. في اكتوبر 2010 لما كان راح يسال برضو على واحد مختطف من قبل امن الدوله كان اياميها، وانه في ضابط في المحكمه قال انه اعتدى عليه بالضرب، كان معاون النيابه احمد درويش. اليوم اللي هو اتقبض عليه فيه ده كان رايح يتضامن مع المعتقلين، يعني حتى هو ما كانش مشارك في المظاهرة اللي كانت حاصلة قدام المحكمة اليوم اللي قبله، بس هو قرر ان هو يروح يدافع عن الناس وعارف ان هما متلفق لهم قضايا او سكين ظلم. واحنا قاعدين في مكتب سكرتير المحامي العام علشان نعمل بلاغات على اختطاف الاطفال، في الوقت ده في كوريدور الدور الثاني في مجمع المحاكم في المنشية قدام مكتب المحامي العام، فجأة لقينا قوات أمن مركزي كثيفة وهم بيحاولوا ياخدوا حسن. بعد كده اكتشفنا إنه حسن مصطفى متهم في ثلاث قضايا، قضية منها واحد التحريض على أحداث يوم 20 يناير اللي هو في الوقت اللي فيه كان هو في القاهرة أصلا، اتنين إنه اعتدى على ضابط يوم 15 يناير مع انه ما كانش موجود اليوم ده في اغلب المظاهره، وبقى التالته اللي هي اتحولت لقضيه في اسرع وقت ممكن كانت الاعتداء على احمد درويش وكيل النيابه بالضرب. لما عرفت ان هو اخدوه واعتقلوه كان في الفتره دي
فترة 20 يناير وما بعد 20 يناير فترة استهداف النشطاء، وفي ناس كتير جدا اتقتلوا في الفترة دي. فأنا قلت الحمد لله أنا ابني اتسجن ما اتقتلش. فأقل من شهرين، أقل من شهر يعني، اتحولت من حبس احتياطي لقضية، وتم الحكم على حسن بسنتين. هو اتقضى عليه 21 يناير، احنا عندنا جلسة الاستئناف 13 ابريل. يعني مش ممكن بقى بعد كل الظلم اللي شفناه ده وهو هيسيب حق. فهو بينزل برضو يدافع عن الشباب السلمي اللي بينزل يتظاهر وبيقف ضد الظلم اللي احنا عايشين فيه وما زلنا عايشين فيه. وكنا يعني بنعتقد ان لما يجوا الاخوان المسلمين هيرفعوا الظلم عن الناس، لكن في الحقيقة ان هم اشد ظلما واشد نفاقا، يعني سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله.